يلعب الفريق 48 دقيقة، هنا وصلنا ل 46 وبقي دقيقتين من الوقت بدل الضايع. كرة ملعوبة على طول لأبصار وجول، الله، هدف دنماركي. أبسن للحقيقة، أبسن هذا اللاعب نادي برونزبي، وأيضا كان لهدف في كأس العالم وسجل هدف في الدقيقة 45. أبسن للحقيقة، أيضا شوف حصل على كرة وتقدم فيها ولعبها في مكان سليم داخل المرمى، مسجل الهدف الأول للمنتخب الدنماركي في الوقت بدل الضايع. طبعا هدف سيعطي الحقيقة الإثارة للكروات في ملعبهم وفي مدينة